توقيت باش نستقبلوا ممثلة تونسية شابة خدمت في تونس وتوا انتقلت لمصر، برشا تجارب عربية قاعدة تعمل فيها بحب كبير، لأول مرة بحذينا يسرى مسعودي. يسرى مستقرة في مصر؟ أي توا مستقرة في مصر. اختيار ولا ضرورة ولا؟ ليه اختيار من الصغرى؟ مليانة عمري 16 سنة نحب نمشي لمصر، نحب نخدم في مصر. مش سهلة مصر؟ أي بتبيع مش سهلة. يا ما دخل لك ألوف كما يقولوا. باش تثبت روحك بين جوجمة من المواهب مش سهلة والله. قديش عندك في مصر توا؟ توا 3 سنين ونص. تعودت على العيشة غادي؟ عملت لي روبير متاعك غادي؟ اي عملت استليت روحي بالقدي الحمد لله، ما بقي صعيبه معناها. قريبه من الوسط الفني المصري؟ بديت نقرب، اما انا ديما هكا ديما حاطه دي ليميت معناها، حتى الاوبجيكتيف سي الخدمه، بعد باش تقرب للوسط تقرب له بخدمتك. انت بالاساس بديت مسرح، دونك بالنسبه لك غرامك كان تمثيل؟ غرامي مسرح، مليان 11 سنه نعمل مسرح، عملت برشا مسرحيات وانا صغيره، ومن بعد حبيت نعمله اختصاص، يعني دخلت للمعهد العالي للفن المسرحي، تخرجت منه 2016، اختصاص الارتجال في مسرح الطفل. مثلت في اقفاص بلا طيور، مثلت في عشق السراب، بالزوجه الخامسه، ورده وكتاب. اما القاسم المشترك بين الاعمال هذه الكل انها ماهيش هكا الاعمال اللي نجحت. انا ما نعتبرهاش انها اعمال سيئه مادام فيها برشا نجوم كبار. ما قلناش سيئه. انا ما نجحتش نجاح جماهيري، معناتها اليوم دور صغير في مسلسل جماهيري كبير خير برشا من دور بطولة في مسلسل مش متشاف ولا ملقاش إعجاب من عند الناس. أي صحيح، أما أنا قلت لك هو النجاح نجاح نسبي، يعني ما هوش مطلق، يعني ويرجع في الأخر وفي الأول للجمهور، يعني هو اللي قرر. أما أنا ديما نتسأل على الزوجة الخامسة، أقفز بلا طيور، وردة وكتاب، ونقول لهم مانيش مسؤولة على الأعمال تنجح ولا تفشل. ندمت على وردة وكتاب؟ شوف أنا ما نجمش يا هادي نجي توي كنقول لك والله ندمت، خاطر نحترم زملائي برشا. ما فما حتى استنقاص من زملائك، تقول يا أخي ضيعت وقتي، ما ربحت شيء. ما فماش فرص، هل فما اختيارات وأنا باش نقعد نختار؟ العمل اللي يجيني هو عمل نفرح به بحكم أنه عنا عمل مرة في العام، باش تخدمه بكل حب، باش تعطيه من وقتك، باش تعطيه من طاقتك، باش تعطيه من تفكيرك، باش تعطيه من مجهودك، هي حلمة كبيرة، باش تقول أمنيتي ينجح. ونقول لك حاجة، وقت اللي كنا نصوروا فيه المسلسل كنا متأكدين أنه باش ينجح، ودخلنا شفنا الكاليتي ديماج وشفنا كيفاش نخدمه، وكلنا كنا هكا مع بعضنا، وكان وقتها فما كوفر فو، وكنا معناها نكملوا 7 متاع الليل نخرجوا من غاديك 6 متاع الصباح، وتلقانا الكلنا قاعدين وفرحانين ونخمموا كيفاش شنو باش نعملوا. اما من بعد اللي صار ديما نقول لك ما نجمش نحكي، خاطر نحترم الاطار اللي تحطيت فيه ونحترم الفرصه اللي جاتني، دونك ما نجمش نحكي. مالا شنو؟ ما نجمش نجي نحكي على عمل فاشل وقت اللي انا وافقت اني باش نخدمه، دونك عليه باش نخدم. ما فماش اختيارات باش انت تقعد تختار. شو اللي يخليك تقول يلزمني نمشي لمصر؟ خاطر انا عندي غرام بالتمثيل يعني كبير برشا، عندي موهبه، يعني ما عادش نجم تصبر اني ما نمارسهاش ديما، خاطر باش تضيع مني. هي شنو هي الموهبه؟ تتصقل بالممارسه. انا مش كيما اول ما بديت، مش كيما توا مشيت لمصر، هي حلمه هزني الحلمه، هزني الغرام. هزيت فليشتك ركبت في الطياره ومشيت؟ شوف انا اول ما مشيت اي وقت على اساس مش السياحه شهر، اي قعدت عامين باش رجعت، ولا الشهر هذاك ولا تحدي نرجع وانا عندي اعمال محترمه مزيانه نجم نحكي عليها، والا علاش مشيت؟ خلينا نشوفوا مقتطفات من خدمتك من مجموعه من الاعمال سواء خدمتها في تونس ولا في العالم العربي، دونك ونرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل. يسرى مسعودي. يعني كده فاكر نفسك ان انت شاطر قوي صح؟ واو برافو. يعني ايه صعب؟ هترجع في كلامك ولا ايه؟ انا ما برجعش في كلامي ولا حاجه، وبعدين الموضوع مش بالبساطه اللي انت فاكراها دي، ما ينفعش اكلمه دلوقتي. هو انا كل ما اجيب لك سيره الموضوع ده تقول لي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش؟
عارف ان انت مجرد كوبري. اه والله العظيم يا باشا انا مجرد كوبري. انا اتقال لي اعملي المفتاح ده وعملته وخدت نصيبي. بس والله العظيم يا باشا اقسم بالله انا ما عملت حاجه ولا قتلت حد. لا كده يا رحاب، بعد العمر ده كله توقفين الوقفة دي قصاد أبو هاجر؟ تعملي فيا كده ليه يا رحاب؟ يا بابا حرام عليك، حرام عليك، أنا ما عملتش حاجة. الدين يا مريم، بس أنا عندي دين. الدين هو الإسلام. إيه؟ عايزاها تسلم وتبقى زيها زينا؟ والله هنا نتكلموا معاها هي، إحنا نعرف أنت شنين دخلك بينات. بنحب حد زي والله ما عيني بحد تاني. نشوف ماما اجاو خليها تعيش في ظل راجل وكمان ممكن ما المساه. ليه حنين وقلبك طيب وتجبر بالاخواتر؟ رمزي واللي تستر على الولاية من وقت ايش؟ لا نعرف وانت تعرف شنية الحاجة الوحيدة اللي تحركك ناحية النسواء ولا تحب نقولها لك. يا هومة، هي ضرتك اللي معفينة فين؟ بتعب كده يا بت. واو تيوتخي مريش مسيو. لا ما اشوف الاستبيان هذا. سامحني قلبك دوخني. هو ده كله دفتر شيكات؟ انا عاوزه واحد زيه. اوي اوي تحت امرك، هجيب لسعادتك واحد قصير عشان جوز سعادتك. ابعدي القرف ده عني لو سمحتي. انت بتقول على مايلو قرف؟ ده انضف من وشك. انا كل يوم بحميه بشامبو شاور جالي. ولاي عندك بتقول في روحك كي تشوف توا هكا سلسلة الأعمال اللي خدمت فيها متلونة برشا، كوميدي درامي فما أكشن. علاش كي قلت لك يعني كي حبيت نمشي ونرجع نرجع أموا متنوعة عندي يعني قفة إلى حد ما تنجم تكون مشرفة. توا باش ندخلوا حوار فيه أكثر صراحة باش نشوفوا حاجات يمكن الناس ما يعرفوهمش عليك. في فقرة لطيفة خفيفة اسمها فقرة الباباراتي. عسلامة باباراتي. شوف خذ بهويه. شو احنا بدينا مستوى الحوار محليه. والله بشوفه محليه. ليه ماهوش بشوفه محليه مع الشخصيه هذا. هذايا انفيكسيون مختل مش باش يكمل سوا. عسلامة هادي. اهلا وسهلا. مرحبا بي يسرى. انت ممثله تونسيه وتبارك الله خمسه وخميس المسلسلات اللي عملتهم في تونس الكل الكلهم فاشلين. نعرف ومقتنعة بهم وفرحانة. ربي يسترهم في مصر. ودوسياتك برشا يسرى. هيك نبداو أول ما طلعت لمصر. أول ما طلعت لمصر كريت أبارتمون. نهار من نهارات تلموا النساء متاع العمارة اللي تسكن فيها الكل. هدوا عليك وكلاوك بتريحة. علاش عملولك هكا زعما؟ بالحق تعرضت لاعتداء؟ علاش؟ اسكنت في ابارتمون كنت نلوج على كريب بأرخص سوم. قعدت نلوج 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 ومشيت لبلاصة ما نعرفهاش بالكدا والله ما نعم. منطقة شعبية؟ منطقة شعبية وأنا ما في باليش. الابارتمون اللي أنا سكن فيه بالزهر يسكنوا فيه عائلات دونك متاعهم دونك البراني ما يحبوهوش. أنا كنت برانية عليهم سيختو بلبستي نلبس نخرج. قالوا لي اللي احنا خايفين على رجالنا منك فهمت. فوالا دونك انا بالنسبه لهم غريبه على بورتمون مانيش من العائله. هم كلهم عائلات ويعرفوا بعضهم وانا غريبه عليهم. دونك مع لبستي مع خروجي مع نروح مخر ملي تغنج نمشي للسينما. السينما غادي كتسكر 5 متاع الصباح نتفرج نروح. كان ما عنديش خدمة عندي خدمة نروح حتى 8 متاع الصباح تعرف التورناج معناها مروح مخر. دونك قلقهم الموضوع هذا. حسوا النساء انه فما فتنة في وسط العمارة. فما كارثة في وسط العمارة بالنسبة لهم انا كارثة. ويسرتوم مانيش مش مصرية معناها سامعين انه واحدة مش مصرية ما يعرفوش من بلاد ساكنة في لابارتمون. دونك ما حبوش. قالوا لي مزيانة متحرة. قالوا لي لازمك تخرج
على خاطر احنا ما يساعدناش رجالنا تقعد تخزر لك وما ما نجموش خايفين. قلت لهم انتم كي عندكم معني ثقه ما تخافوش معني شنو اللي مخوف معني اعتبروني من الفاميم تاعكم ضربوني وكل شيء ضربوك ضربوني باش نخرج ما حبيتش نخرج انا وقتها ضربوني عادي تحاميو فيا ضربوني نورمال يصير مش نورمال ما انت تشكي بهم كنت ما نجمش نشكي بهم بوم باش ندخل في مشاكل نتاع قضاء ومشاكل اخرى وكل شيء وقتها ما حبيتش وخرجت من العماره دبرمت قعدت نلوج على الدار بسوم معين انا نلوج عليه خاطر البدايات ماك تعرف صعيبه على الاخر انا ديجا وحدي يعني هيك مشيت وحدي تحملت مسؤوليتي وحدي في كل شيء من اول ما بديت لتوا ما نجمتش نخرج وقتها قعدت والله مدبر ما شهر وانا نبكي وقعد نلوج على دار خاطر مصر مش سهل باش تلقى الدار بفلوس صواب في بلاصه مزيانه واضح يسرى شو علاقتك بالممثلات التوانسه اللي غادي وبربي ما تقوليش ما عنديش علاقه بيهم وبعيده والا انا يحبوني ونحبهم علاقتي بيهم فما ممثلين مشرفينا ومحليهم ما حصلليش الشرف باش نتقابل معاهم ما شفتهمش ميم حتى في مهرجانات ما تقابلنيش وفما ممثلين تقابلت معاهم وسلمنا على بعضنا وفما ممثلين خدمت معاهم وسبا أما علاقة معناها عادية فما سؤال آخر ممثلة تونسية في مصر خدمت معاها وقت اللي في الكواليس قابلتها مشيت باش تسلم عليها وقدمت لها روحك قل لي كيفاش خرجتك من التورناج تبكي ما نجمش باش نجي توا نحكي نقول فلانة عملت ماهوش مستوى معناها ماكش باش تسميها وما نجمش نحكي اني باش نشوه الدومين خليه مزيان للناس ما نجموش نعريوه انتوكا انت خدمت في حياتك مع زوج ممثلات توانسة كهو واللي بكيتك ماهيش عايشة بن احمد علاش بكيتك؟ علاش جرحتك بالكلام ولا عملت لك موقف ما حبتنيش نكون موجوده في العمل شو السبب علاش ما حبتكش باهي شوف هادي والله ما نجمش نحكي التفاصيل هاني قلت لك ما نجمش نحكي على علاش انت ما كنتش مقنعه في الدور زميلة. انت ما كنتش مقنعه علاش هي مخرج اكيد قد تكون هي بطله في العمل وتقول انا عندي مشاهد نجم تجمعني بها لا تعبني وطيحني فبدلوها جيبوا ممثله ما فماش حتى مشاهد جمعتني معاها ما تنحكي لك شوف فما للاسف معناها في الدومين نتاعنا فما ناس ما يحبوش يخدموا على اولاد البلاد اخك انا لا انا بالعكس كي نلقى ممثله بنت بلادي نمشي ونهبط ونسلم عليها كيما صار انت قلت سلمت عليها بعد موضوع انه بكيتني وعملت لي خاطر كي شفت انه الموضوع بدا يزيد فاش انه الناس قاعده تضحك انه احنا اولاد بلاد فما ها انا كي شفت الناس هكاكا في التغناج صعبت عليا حبيت نكون ولاد بلاد يد واحده نعطيو ايماج مزيانه لبلادنا ان احنا توينسا نخدموا مع بعضنا نحبوا بعضنا شنو هي المشكل انا لا باش نفك لك رزقك ولا انت باش تفك لي رزقي وهو في الاول وفي الاخر الحظ سواء دور صغير ولا دور كبير لبيدي لبيدك بيد الجمهور قالت ما نحبش نخدم معاها وجودي كتونسية يمثل لها مشكل لها هي أنا ما عنديش حتى مشكل أنا خدمت عايشة نوجه لها تحية ومبركلة على كل أعمالها خدمنا مع بعضنا نهبلوا مع بعضنا وقت اللي خدمنا في أبو جبل عايشة يعني بطولة تلوج عليا أنا نسمع في اسمي تلفت لقيت عايشة سلمنا بكل حب وقت اللي أنا مشيت في أبو جبل نهار آخر غير الأول نهار تقابلنا في المحكمة نخمم باش ندخل لها الكرفان نحب نهز حاجة لوجت ما لقيت حد شيء لقيت بون عطار مشيت شريت ما فما حد شيء بجنبي أخذت لها شوكولا باش ندخل لها باش نسلم عليها ونلقى عندها وقتها ايتي بالعربي حاجه هكايه ولا عرب وود قلت لهم خذوا انترفيو مع يسرى اهي الروح اهو الفن بالحق المخرج والمنتج امتثلوا لقراراتها ولا ليه او طلباتها خير بتبيع صوتها مسموع اكثر منها امتثلوا هكا جاوبك نحاوكا نجمش نحكي اكثر من هكا باباراتي تنحاتها حبوا يخليوها في جيرات وخليوها في جيرانت وخليوها في جيرانت
بشي قلقني. هذيك علاش؟ هذيك علاش خرجت تبكي؟ شنو باش تعاود تبكي مرة أخرى؟ ما نبكيش، أنت باش تبكيني في أحلامك. يسرى، عشت قصة حب مع ملاعبي معروف برشا. بين ليلة ونهار العلاقة تقصت، وكل واحد شاد ثنيته. نهار من نهارات سمعت اللي هو باش يعرس. تقوم أنت وتبعث له ميساج. بعث له ميساج تهني فيه، هذيا أخلاقك محليها. أما لليوم تقعد تحكي معاه صباح وليل وعشية. يا أمان الرجل معرس وهو معرس كنت تحكي الساعة أنت؟ أهما برشا؟ شنو قلت؟ لحظة نحكي على اللاعب اللي يلعب في المعرس. أي معرس ربي هني. شكونه؟ كي أنت تعرف قول شكون. كي أنت ما بينتكم حد شي قول شكونه. عيبة ذي خصوصية. لحظة برد، كنت على علاقة مع لاعب ولا لاعب؟ علاقة صديقة. صديقة؟ أي صديقة. صديقة عندها بارش، عندها سنين 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 من قبل ما نطلع لمصر. ورجعت كنت عرس؟ رجعت كي عرس؟ لو ما تبعش المعرسين ما تخافش، بيه هدي كهو يزي والله. طب بيه لحظة برك خليك معايا. جيت وحليت القاعدة. حليت لي كنتي مش لي أنا. يزي كهو بيه. فوتو دو بروفيل متاعك على الانستغرام، الناس الكل تعرفها، علاش عندك مدة كبيرة ما بدلتهاش؟ شكون النجم اللي يحبها التصويرة هذية وما يخليكش تبدلها؟ ما تقلقش علي يا مان يزي. شكون النجم اللي ما يخليكش تخدم أعمال إغراء؟ أدوار إغراء؟ مو عليا. أنت فما قصة ورا فوتو دو بروفيل متاعك؟ فما شخص طالب منك بتنحيهاش؟ تعيش قصة حب مع فنان؟ كان. دونك ممثل؟ مغني؟ مصري؟ نجم عربي كبير. ما نقول لكش مصري ولا لا، نجمش. مصري؟ مصري. كان تراو معناها حكاية مشيت على روحها توا ما عادش. عندها عامين ونص. علاش عندك عامين ونص لتو بدلتها مالها؟ خاطرني فيدال. عندك أغنية تحطها في الكرهبة أم بوكل. أه؟ ما فماش لحظة تركب في الكرهبة وما تحطش الأغنية هذي. والأغنية هذي وراها قصة كبيرة. شنو الأغنية؟ وشنو قصتها؟ شنو الأغنية اللي تحطها برشا في الكرهبة؟ ليه عادة سامحني هذي معناها كان هو توا. ليه هذي صدمة؟ بيه؟ مانيش باش نحكي هذي سامحني. أما هنا ليه ما هذي كهو. لحظة هو تقريبا السؤال ما في حد شيء. ليه واه كيف منين عرف هو؟ لحظة السؤال ما في حد شيء. هو منين عرف؟ قالك فما أغنية تحطها في الكرهبة. عادي برشا أغنية نحطها في الكرهبة. هذي نطلب من الأعداد يسمعونا الأغنية هذي. واه يحطونا منها شوية. فضلك. أنت أغرب حاجة عرفتها، انت صفحة سودة قفلتها، صدمة عمري بأمانة، فترة ذل ومهانة، يا أكتر سيرة قلتها. انت ليه هذي اختيرة برشا. معني انت قاعدة تبع فيا ليمت هذوما باش تسمع انا فاش قاعدة نحط هذي؟ راهي عيب كبير، عيب على الاخر. معني انت قاعد اوكي باش تسال باش نعرف شنو ورا الحقيقه. يا سامحني شنو اسمه هو في الحقيقه؟ لحظه اسمه باباراز. اسمعني راني جونتي ومحليني، اما اكثر حاجه نكرهها في حياتي انه واحد يوصل يتبعني. سامحني هادي انا نحترمك ونحبك راني على الاخر يا هادي والله نحبك، اما انه باش يوصل يتبعني بالوقاحه هادي تسمى وقاحه كبيره انك باش تتبعني. والله بالحق لا طلعت واحده شخصيه اما باش يعدي هالي وباش يقول لي شنو القصه، قصه تخصني ما نجمش نحكيها. اما انت هادي راني نحبك ونحترمك، اما هذا والله ما نشكي بيك. رجعونا الاغنيه خليه ترجع. رجعونا تامر حسني. انت اغرب حاجة عرفتها، انت صفحة سودة قفلتها، صدمة عمري بأمانة، فترة ذل ومهانة، يا اكتر سيرة قلتها.
هكا شوية الأمبيو. معناتها شو نقعد أنا راسي راسك معناتها؟ غني شوية شتيح ساعة ساعة. شو نقعد راسي راسك في الحلقة؟ وينك يا يسرى؟ تعالي حبيبتي يا يسرى. ما تيجي هنا حياتي. أنت زعلتي ليه يا يسرى؟ هي راحت فين البت يا هيتي؟ لحظة لحظة يسرى؟ البت راحت فين؟ يا يسرى؟ عيد أبو زمان بقى. ليه والله نحبه هيتي ونقدره على الأخر؟ بيبي اسمعني 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 ليه منحبش شكون يتبعني أنا ياك؟ خليه يخرج خليه يخرج. قالت ما ترجع لما تخرج أنت. مش نعطيها تحية ونرمي لها قبولات؟ أي مع السلامة يلزم ترجع الضيف. هيدي راك برشا مرات خرجتني وطرتني. خلينا نفرحوا بالضيفة جاية من مصر. خاطر يا يسرى ضيوفنا ضيوفنا. خلي تجاوبني على قلب الميكرو من غير ما تشوفني. يا يسرى يا ولدي برا على روحك يزي. يا بت تعالي يا بت. بتعيطي؟ يا حرام. بي اسمعني باباراتي قالك في مصر ديما يسرى تخرج من التورناج تبكي. بي اشوف باباراتي يعطيك الصحة يعطيك الصحة اليوم زودت لها شوية. مش مشكل هاني ساكت كمل نخدم على روحك هيتي. بي نتقابل الجمعة الجاية. بي هاني قاعد هوني مش نتكلم. ليه 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 ها ما تقلت ما تحبش تراك. بي حطونا تامر حسني. يزي بلا واحد بتاعك يا يسرى. اسألها يا هيدي نحبها تكلمني بالميكرو من غير ما تشوفني. أتو نسألها والله امشي وتو نسألها أنا بلطف. أنا قاعد هوني. ليه ليه نخدم على روحك. سكر الميكرو. ما تحبش ترى وجهك. سكر الميكرو على روحك أنا قاعد هوني. كيفيه؟ سكر الميكرو أنا قاعد هوني. اي سي بون تدخل هي تنحى ترجع الضيفه تخرج انت. اسالها خاطر هي عندها برشا اصدقاء من الملاعبيه. اسكت قصور الصوت قصور الصوت. يسرى يسرى ايش تندخلك انا يسرى هاي يسرى. شوف ليه 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 اغزل يا مش نقول لك حاجه. ليه ليه قصيني له الصوت ما فهميش صوت. باش يقعد معانا. ليه ليه ما يقعدش معانا ما يقعدش ما يقعدش ما يقعدش ما يقعدش معانا ما يقعدش والله ما يقعد معانا. تفضل يسرى والله. ليه مش يقعد ليه مش يقعد يستفزني. ليه ليه ما تغزلوش. شكون يستفزني ما تغزلوش ما تغزلوش ما تغزلوش. تافه تافه كيبالي بيه تافه ما تغزلوش. اقعد اقعد يسرى. تافه انسان تافه ما تغزلوش ما تغزل. قعدنا ما تغزلوش تغزلوش تغزل. قعدنا باش يقعد معايا هادي باش يقعد معايا جست على اغزل لي. شوف يوسف هادي شوف مستوير دي انا ما نقبلش بيه وما نحبش وقصينا ساي رجعت نحبك ونقدرك ويخلى في خاطر فيك هو يمشي باش كامل نقعد باش ما يمشيش نعاودو نقوم ما نرجعش باش يمشي باش يمشي باش يمشي باش يمشي. شمك فيه ديجا الصوت مقصوص صوره صوره تخيل ها صوره انت مجرد صوره انت صوره فقط بلا صوت ممستك والله ايه. به ليه ليه عاد ليه والله ليه شبك فيه ليه عاد طفي اغزلي لي انا انسيه مش يقلقني ما يقلقش مش يعمل لي توتير اعصاب ما يعمل وانا ديجا اعصابي يوتر هالي شوف دونك يزي باهي لحظه برك انت شبك فيه ما فهمتش صوت شوف كيفاش يعمل ورايا شهمك تولينا كيف شاشر صغار شبك فيه انسيه هاو انا ما نغزلوش توا هو على اليمين وعلى اليسار ناقص كان باش يكون في وجهي ما تغزرلوش كيف فما ايكرون اخرى تنشوفو ما تغزرلوش نعمل هكا ما تغزرلوش ما تغزرلوش اي اقعد اقعد اعمل هكا كلب الككل المهبول تحكي على قلي فيجيرون تاك انت تو فيجيرون شمك في فوالا شمك في طفي خليك هكيكا بوكا جا عندك كرامه راك خرجت اما انت ما عندكش كرامه كان جا عندك كرامه كي الناس راك خرجت تي طفي تي وتر لي عصابي انت تحكي معاه تي طفي
شمك فيه شمك فيه مش موجود. انت تحب نكملوا الحوار يكون مزيان كما من الاول وهو موجود قاعد يعمل لي هكاك الكلونه. شمك فيه شمك فيه طفي طفي طفيني طفي طفيني. عندك اغنيه تحبها ياسر مع تامر حسني؟ اغنيه تامر حسني انت تو باش تسالني في بلاستو معنى سكتني هو باش يسالني ليه؟ انا شوف انا بكل لطف نسالك الاغنيه هذه شنو قصتها معاك؟ شنو اللي يخليك تحبها؟ اوكي جاوب فيك شوف ما نغزلوش ما نغزلوش ترجم لي فيش ما نغزلوش ما نغزلوش ليش بي؟ ما نجمش نحكي هذي حاجة تعني لي شخصيا حاجة تعني لك شخصيا ولا باش نحكيها ما نحكيش على خصوصيتي مانيش ما نحبش بي. حاجة تخصني ما نحكيهاش باهي كهو باي باي باباراتزي باي باي أو كم شيء هاي مشي على روح نبدلوا الجو يا ريت نبدلوا الجو أما راه أوه عليا ليه عاد هيدي والله إنه ما نبدلوش الجو مش نبدلوا الجو مش نبدلوا الجو باباراتزي باي 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 برا مامستك والله مامستك ما تحبش أما تحكي. والله كان جي قدامي ما تعملوش الشيء اللي تعمل فيه تجرأ ويش نهزك ليها والله نقتلو اوكي قدامي نجمش يعمل شيء هذا والله نهزك اي نهزك ليه تحكي بالحق نجم ما نحبش نمشي له كي نمشي له عمري ما ضربت نضربه برا عادة والله ما عندك باي باي. حتى شوية كرامة باي باي. ما مبيبيش عليه ما يشرفنيش باش مبيبي عليه اي نغنيو ليبسينغ يسرى مسعودي يسرى خدمتك في تونس كانت مسهله تقبلت برشا في الوسط ولا ليه اول ما بديت بون ممكن خاطر كي بديت صغيره برشا يعني ممكن اقفز بالطيور وقت اللي انت جبته كان وين عمري 15 سنه وانا صغيره على الاخر بون ما عندي حتى حد انا مثلا من العائله عائلتي ما عنديش يكون من الوسط وما عنديش يكون وقف معايا ولا 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 هزني ولا وصلني وحدي فهمت كنت هكا نخمم كيفاش نجم نعمل كاستينغ نروح ترونسبور نورمال نمشي نتمرمد نهبط نسال شجعوك ممثلين نسال الناس حتى في الشارع كل بلاصه وين ما فهمت كي توصل وتخدم وانت صغير ما تلقى شكون يشدك من يدك مش يدزك القاهره كابول عمل اثار جدل كبير وخاصه برشا استياء عند التوانسه جاتك تهديدات برشا وين اللي استفزهم في الدور؟ كيفاش تونسية؟ اللغة الريفية واللغة الريفية؟ ووقتها نحكيه على جهاد النكاح وجهاد النكاح كتونسية وعلاش ما اختاروا كان تونسية باش تعمل جهاد النكاح وتشويه سمعة المرأة التونسية وربط الكليشيات علاش قبلتوا انت الدور؟ انا خام في حاجه والجمهور من بعد صنف اللي خممت فيه في منحى اخر مش هو اللي خممته بالكل اول حاجه قبلت خاطر عمل كبير مغري في برشا ممثلين كبار كما طارق لطفي كما خالد الساوي كما فتحي عبد الوهاب برشا برشا نبيل الحلفاوي كلهم نجوم اي ماني نقول لك انت قلت لك علاش قبلتوا انا قلت لك قبلتوا على خاطر المخرج والممثلين هذا اول حاجه ماني عمل مغري اكيد باش نقبل اي معليش ربط جهاد نكاح وتعدد الزوجات من بعد كتونسيه بمرأة تونسيه علاش؟ علاش؟ وقت اللي جهاد نكاح سي سور فما مصاروه فما جنسيات اخرى فما لبنانيات فما سوريات فما علاش تحب تربطوا بالشخصيه تونسيه وتتكلم تونسي وتحط ممثله تونسيه وتحطها هي معناتها كانها هي الفيترينه نتاع الحاجه هذه باهي مش تحب تربطوا تحب توجه لي انا يحب هو السيناريست اي وانت تقول له تقول له سامحني علاش الدور هذايا فيه اساءه لنساء بلدي هي فكره خياليه ينجم يكون من خيال المؤلف كما نكتبه من الاول قبل ما يبدا العمل هذه الشخصيات لا تتم للواقع بصله اما تعرف انه الناس يربطوا وانه الناس ما يفصلوش تعرف مليح الشيء هذا ما يفصلوش اما احنا رانا التوانسه مثقفين برشا سنه كاسوس انتقدتك
وما عجبهاش اللي عملته. الفنان عمره راه ما يقول على فنان زميل ليه عمل شخصية، هي راه شخصية كنا نمثلوا شخصيات، احنا مانيش نمثلوا في فيلم تاريخي ولا مسلسل تاريخي، راه احنا مانيش جايبين شخصيات من الواقع ونجسدهم كما هما ونقولوا على أغلاط. نو احنا ديجا كاتبين أول مسلسل خيالية. على قبولك للدور مش على أدائك. علاش ما مشيناش الملحة مزيان اللي هو ما شدهمش اللغة معايا، راو في المسلسل جنسية أخرى ما عملوش اللي احنا عملناه. معنا شخصية لبنانية ومعنا سعودية، والسعودية ولبنان تقبلوا بكل رحابة صدر، أما احنا هزيناه التونسية وتشويه المرأة التونسية وماهوش هذا كومبليتمون. به وقتاش نشوفوك في تونس؟ قول إن شاء الله. إن شاء الله فماشي حويجة؟ والله إن شاء الله ممكن مسلسل نور العين مع مدام دليلة مفتاحي. أيه؟ هي صديقتي ونحبها برشا، فرحانة برشا إنه باش يجمعنا عمل، وفي برشا ممثلين زادة، مدام وحيدة دريدي عندي برشا ما شفتهاش، خدمنا مع بعضنا وخدمت معاها في الزوجة الخامسة، كانت أمي محلية نحبها. برشا زادة ممثلين آخرين عندي برشا ما قابلتهمش، والله في برشا المسلسل معناه، في فتحي مسلماني صديقنا، في برشا زهير رايز زادة موجود في العمل. دونك أنت حاضرة اليوم من اجل تصوير اعمال تونسيه، ما عندك حتى مشكل؟ اي توحشت مثل في تونس. الاولويه لتونس بالنسبه لك انت ولا الاولويه لمصر؟ توحشت بلادي، توحشت نخدم في بلادي على الاخر والله. واضح. وان شاء الله يكون عمل مزيان ونرجعوا به ان شاء الله. ان شاء الله، خاطر سمعت انه فما مشاكل انتاجيه للاسف. اما رمضان السنه والا عام الجاي. رمضان عام الجاي، اما المهم انه العمل باش يتعمل. هذه حاجه. وعندي غنية. اي تقولي تغني؟ عندك غنية في وسط العمل؟ لا عندي غنية أنا عملتها. إيه؟ بتحكي على الأم اللي ربيت. واضح. فكرة جديدة بتجربة شخصية، إن شاء الله المرة الجاية نسمعها. إن شاء الله المرة الجاية تقدم هنا. خلي كلمة الختام. يعيشك، ميرسي هادي، ميرسي على الانفيتاسيون، محليك. يعيشك. ونشكر محمود غالي فاشن ديزاينر مصري على اللبسة. ونشكر ميسا القروي على المكياج والكواف، قولها ميرسي بوكو، قولها ميرسي وعايشك. يعطيك الصحة يسرى مسرى. عايشك، ميرسي. ما عادنا مازال ال 100 مليون ينجم يكونوا من نصيبك ان عم ايامات قليله، وال 100 مليون يوليو ملكك ساهل برشا. نهار 5 مارس باش تصير عمليه السحب تحت اشراف العدل المنفذ، تنجم انت تربح ال 100 مليون ساهل برشا، باس ام اس واحد تربح 100 مليون. خذ تليفونك اكتب حرف ا وابعثه على الرقم 85810. حظ سعيد للجميع ونلتقي نهار 5 مارس. في إطار حق الرد يجي بحذانا سي محمد علي بالحمرة، منتج فيلم تيلا مونامور، للرد على اللي تقال في حق الفيلم هذايا الأسبوع اللي فات. مرحبا محمد علي. مرحبا. مرحبا، تفضل كلمة عندك. شوف خويا هادي، أنا جيت اليوم باش نكذب الكلام اللي تقال على لسان الباباراتي ومهدي الهميلي فيما يخص فيلم تيلا مونامور اللي أنا المنتج المفوض نتاعهم. عيب كيف الواحد يجي للتلفزة باش يمسخ سمعة الناس. الكلام الكل اللي تقال السبت اللي فات سيناريو سيء الإخراج. السيد هذا عمره ما توقف في بيرويا وتنجم تصلوا انس السعدي مونتور الفيلم. انا نتحداه لو يجيب محضر يثبت فيه اللي فما بوليسيه وقفوه من اصله. وعلاش باش يوقفوه؟ يا اخي شدوه متلبس في حاله المونتاج نتاع فيلم. انا نطلب من النيابه العموميه تحل بحث في ادعاءات مادي الهميلي على خاطر اللي قاله هو ايهام بجريمه، وطار بظهر الحق. السيد هذا في 2012 مشينا مع بعضنا لفرنسا باش نقدموا مشروع الفيلم تيلا مونامور في اطار ورشه تطوير السيناريو. ربحنا منح التطوير. انا رجعت لتونس عندي قضيه اكيده، خليته غاديكا. يا اخي السيد كي طلبوا منه نمرو الحساب البنكي نتاع الشركه باش يصبوا المنحه. في عوض يكلمني باش نعطيه نمرو الحساب نتاع الشركه، مشى عطاهم طول رقم الحساب نتاعو. وزيد ما علمنيش. بعد مده كي نكلم الجماعه في فرنسا على المنحه يقولوا لي مالنا صابينها لك، كيف واجهته ورفض باش يرجع الفلوس. يا اخي مشيت قدمت بيه شكاي. هادي السيد من الاول يخدم ضد فيلمو، وصل لك كتب لصناديق الدعم باش ما يمولوش الفيلم، وكل شيء موثق عندي ونسخ من الايميلات اللي بعثها لاكثر من جهه تمويل موجوده. هاي عندي جبتها معايا، حب يطلع عليها ينجم يطلع عليها، واي واحد من الدومين ينجم يطلع عليها. ملي المشروع تحصل على منحه الدعم في 2011، الراجل هذا تبدل معايا، عيني عينك حب يفك لشريكتي منحه الدعم اللي تحصلنا عليها. وصل بعث لي عاد منفذ. وزيد مشى للوزاره كما قال هو، اما اش قال لهم؟ قال لهم يحب ياخذ المنحه لشريكته
وينتج الفيلم هو. رفضت الوزارة وقالوا له ما عندكش الحق، ما كفيش هذا الكل، زاد مشى فسدها مع المنجين المشاركين السويد النرويج الفرنسيس الطلين، وقال لهم ما عادش باش يخدم على الفيلم. تعطل التمويل وقف المشروع أكثر من عامين. هذا اللي يفسر علاش خرج في 2017 واحنا خدينا الدعم في 2011. في 2014 رجع يلحلح وبعث لي ناس من الدومين باش يتوسطوا، مازالوا حيين الناس باش يتوسطوا باش نطيح الشكايه. انا قبلت اما عندي شروط، قلت راني عندي شروط وكنت واضح في كلامي قدام الافوكانتي. صححنا العقد صلح وافق عليه هو، وعطيتك نسخه منه وهبش تعدى تو في الشاشه كيما تفهم. تصور هادي بعد ما تصلحنا رفض يخدم على السيناريو ويحسن فيه كما اتفقنا مع المنتج الفرنساوي. سي المنتج الفرنساوي ينسحب من المشروع، نخسروا نحن الفلوس اللي كانت نجم تجي للفيلم، وتراسيه ناخذ في كريدي ما نجمش نسمي البنك، اما البيتيجي نتاع البنك كان مش تدخل، ممكن راني انا مش بحذاك تو. على كل حال خلصت المصاريف تاع التصوير وقعدت نخلص في الديون، وجاب ربي ربي بعث لي رزق وعملت افلام اخرين. انا ايش جبت فلوس من السالات مش كيما فيلمو هو اللي زاد انت ما عجبكش. زيد بزهره البلاصة اللي اختارها في منوبة باش نصوروا فيها الفيلم شباو، صار فيها الإرهاب في 2014 أكتوبر 2014 حدث شباو، تعطل التصوير وهذا ما قالوش وقت حكي على الإنتاج الخايب، تحملت تكاليف زايدة. من بعد يجي عندك هوني شي يقول قول ظروف إنتاجية صعيبة، تي بالطبيعة لازمها تكون صعيبة تي إرهاب بضرب. أما ما قالش اللي هو ما حبش يعمل ديكوباج تكنيك في البريباراسيون كيما صح على عقد في عقد الصلح، وما قالش اللي هو ضيع برشا وقت في التصوير خاطر أول مرة يعمل فيلم. توا مو كملنا التصوير بالرغم الظروف الصعيبة اللي حكينا عليها الكل، شردت عليها يعمل مونتاج وحده في داره. بطبيعة أنا والمونتور أنس السعدي رفضنا وقفت الخدمة. بعد أشهر يكلمني المرحوم سي نجيب عياد الله يرحمه باش يتوسط، خذيت بخاطره قلت ينجم يجي تفضل يخدم على روحه. في جويلي 2015 كملت الفيلم، رجعت النسخ لوزارة الثقافة، بدينا نبعثوا للمهرجانات عام كامل الفيلم قاعد يترفض. جاني سي مهدي يلحلح كالعادة باش نعاود له المونتاج، راسات اللي نتحمل في تكاليف تاع بوست برود جديدة بسبب مخرج كي ناسيون باسي شوا. هذا كل ما يقولوش كي يجي للتلفزة هو، أما أنا ما قلتوش على ليبوك وقت خرجت الفيلم خاطرني نخاف على الفيلم. نقعد بيت كيفاش قال عندك سيناريو باهي أما العيب في الإنتاج، إي وش بيه الإخراج مسؤول عليه أنا زادة. توا كيفاش ما عندوش نسخة من الفيلم؟ تيمال شنيا النسخة اللي على اليان فيميو اللي يبعث فيها لصناديق الدعم وقتها طلبوا فيها، على خاطر ما فماش منتج ولا مخرج ما يعرفش ان صناديق التمويل قبل ما تعطيك الفلوس تحب تشوف اش عملت، دونك لازم توراها الافلام السابقه. حاسيلهم بعد الولاده القيصريه نتاع الفيلم الاول هذا تيلا مون امور اللي هو كان من احسن الافلام خاطر فيلمو الاول في تونس، واللي ولا اخب من اخب الافلام خاطر تو كان ذكراه الخايبه نذكر في جرة السيد هذا، حلفت باش ما عادش نخدم معاه وما عادش نكمل نخدم معاه على انتاج فيلم الثاني، بالرغم اللي انا خديت عليه منحه في جي سي سي منحه التطوير في 2012 خاطر ما عنديش استعداد شعري يطيح كيفه، ما هو شعره تاعه انا ما عنديش استعداد شعري يطيح كيفه ونزيد نخسر فلوس. المشاكل تاع الفيلم نتاعو التو تبع فيه لليوم، شوف 10 سنين ما ياخذنا الفلوس. على كل حال انا ما نحبش نعمل كيفه، نحب نقول للسيد هذا نفقني وضحك في وجهي وذمني في خفايا. واضح، شكرا للقناة. يعطيك الصحة سي محمد علي بن حمرة منتج فيلم تيلا مون أمور، إن شاء الله نلتقي في مناسبات ما أحلى من هكا. أحسن من هكا، أنا ما حبيتش هكا. على كل حال لو سيد تصل يحب يطلع على أوراق باش إنسان نجم نعطيه. شكرا ليك، شكرا ليك، كان هذا في إطار حق الرد. ما عادنا مازال ال 100 مليون ينجم يكونوا من نصيبك ان عام ايامات قليله، وال 100 مليون يوليو ملكك ساهل برشا. نهار 5 مارس باش تصير عمليه السحب تحت اشراف العدل المنفذ، تنجم انت تربح ال 100 مليون ساهل برشا باس ام اس واحد تربح 100 مليون. خذ تليفونك اكتب حرف ا وابعثه على الرقم 85 810. حظ سعيد للجميع ونلتقي نهار 5 مارس.